التحدي هو عن فاتن حمامة. هل تقرين بأنها هي فعلا سيدة الشاشة العربية؟ فاتن حمامة في فترة من الفترات كانت أيوة كانت سيدة الشاشة العربية أكيد حدش يقدر ينكرها تماما. وفاتن حمامة في الزمن بتاعها كل فنان له زمنه. فاتن حمامة كانت بتأدي المرأة الضعيفة، المرأة المغلوبة على أمرها، ودي كانت المرأة في هذا العصر، فعملته بإتقان ودخلت قلوب كل الناس بلا شك، وحافظت على مستواها فترة طويلة جدا واستمرت سنين طويلة سيدة الشاشة العربية، محدش يقدر ينكر ده. طيب السؤال هو التحدي، الجمال فيه أنك إذا قلتي لا حتقفزين، إذا قلتي نعم راح تقفزين لأنه تصريح. بقول شيء على لسان نادي الجندي وتقولي نعم أم لا. أنا أقر اليوم بأني تفوقت على فاتن حمامة، نعم أم لا؟ تفوقت بمعنى إيه بقى؟ تفوقت فنيا وعدد أعمال لا أنا لون تاني، أنا عملت المرأة القوية بقى، عملت مرأة العصر، المرأة الحديثة. طيب يعني تفوقتي عليها ولا لم تتفوقي؟ أنتوا نكتين مختلفة، بس إحنا كجماهيرية لا أنا سكة وهي سكة. هي تفوقت في عهدها وأنا تفوقت في عهدي.